وهذا قول بعض الناس الآخرة مستأخرة، هذا جاهل، هذه الكلمة كلمة جاهل الآخرة مستأخرة. الرسول أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن أي إنسان عند حضور أجله يعرف هين مصيره، عارف مصيرك خلاص من يحضر أجلك وانت قدام أهلك وعينك فتحات وعقلك معك، تعرف أنك نوك النار ولا نوك الجنة. كيف أعرف؟ الرسول خبرنا بأن المؤمن إذا حضرته الوفاة تجي ملائكة وجوههم بيض مشرقة يجلسون بعيدا عنه وعندهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. ثم آخر رمق من حياته يجي ملك آخر يستلم الروح ويسلم أولئك الملائكة، فهو لما يرى تلك الملائكة على ذلك المنظر يعرف أمر أن راعى خير، لأن الإشارة وضحت له. لكن إذا كان إنسان والعياذ بالله غير مستقيم، يوم يحضر أجل يحضر ملائكة غير وجوههم قبح مفزعة، لكن الحاضرين ما يشوفهم، لكن هذاك قدامنا يقاسي يشوفهم، فإذا عارف نفسه إنه. وأولئك الملائكة عندهم حلوط من النار وكف من النار، الرسول عليه السلام أخبر. فإذا كان آخر رمق من حياته يجي ملك يسلم له روحه ويسلم أولئك الملائكة ويكفنوه ويحنطوها خلاص، إذا عارف نفسه. هين الآخرة مستأخرة؟ أين الآخرة استأخرت؟ ما شيء آخرة مستأخرة، ما بينه والآخرة إلا ذي الروح بتطلع وتنزل بس، مجرد ما تخرج روحك قامت قيامتك وعرفت ما لك ولا عليك.